الرياضيات المالية لو هو التأمين. ماذا نعمل بالتأمين؟ التأمين معقد بين شركة التأمين وشخص أو أشخاص، يدفع من جهة الشخص مبلغ من المال الشركة على تعويضه عن جزء أو كل العقار أو بضاعة مؤمن عليه عند تعرضها للأخطار أو الخسائر. شو يعني شركة التأمين؟ يعني شخص اشترى سيارة بيأمن عليها في مصاريف فيها حادث أو تلف، يذهب إلى شركة التأمين، بيكون بيناتهم عقد، بيبين عندي نسبة لراحته من الربح كم راح يدفع شهريا مقابل انها الشركه انها تصلح للتلف او الخطر الذي يحصل على هذه السياره. عندي نوعين من التامين، التامين الشامل والتامين الجزئي. سؤال، يملك جمال سياره ثمنها 12000 دينار، امن عليها للشركه الفلسطينيه للتامين بقسط تامين سنوي مقداره 4% لمده 12 سنه، وبعد مرور 10 سنوات تعرضت السياره لحادث وقدرت الأضرار بنسبة 10% من ثمنها، احسب مقدار ربح خسارة الشركة. قبل أن عزيز القلب، قبل أن تقوم بالحال عليك أن تكتب المعطيات. أولاً ثمن السيارة اللي هو كم؟ 12000 دينار. أمن عليها شركة فلسطينية للتأمين بقسط تأمين سنوي، القسط السنوي 4% من ثمن السيارة. بعد ذلك مدة 12 عاما هي مدة كم كانت؟ 12 سنة. ثلاث، وبعد مرور 10 سنوات إذا عندي تعرضت السيارة لحادث بقدرة الأضرار بنسبة 10%، إذا نسبة الأضرار كانت الشركة ستدفع كم؟ 10% من الأضرار. إذا بعد نقد المعطيات وشو بالأخير شو المطلوب؟ هل عند الشركة ربحت أم خسرت؟ نشوف. أولاً إذا عندما نريد أن نجد ربح أو خسارة الشركة علينا أن نعرف ثلاث معلومات، مقدار ما تدفعه الشركة، مقدار ما يدفعه الشخص، وبعدين هون نستنتج ايش اللي الربح والخسارة. مقدار ما تدفعه الشركة 10% من ثمن السيارة، يعني 10% ضرب 12000 بعطيني 1200 دينار، إذا الشركة في حالة التلف راح تدفع فقط 1200 دينار. طيب شو الجمال كم دفع؟ حكون تدفع شهري، آسف قسط السنة 4% من ثمن السيارة، يعني 4% ضرب 12000 بعطيني 480 دينار، يعني جمال يدفع بالسنة 480 دينار. بعد 10 سنوات تعرضت السيارة لحادث، وكنت جمال كم دفع خلال 10 سنوات؟ القسط السنوي ضرب 10، 480 ضرب 10 بعطيني 4080 دينار دفع جمال خلال 10 سنوات، وقديش بتعطي الشركة 1200؟ هون قديش وصلوا منه؟ 4800، أكيد هون الشركة بتكون ربحت، إذا مقدار ربح أو خسارة مقدار ما دفعه جمال 4800 ناقص 1200 دينار 3600 دينار ربحت عندي الشركة. مثال آخر، السؤال الرابع صفحة 94، أمن رجل على سيارة التي ثمنها 30000 دينار تأمينا شاملا حيث يدفع مبلغ 400 دينار قسط سنة، إذا هو ثمن السيارة 30000 دينار. أما عن التأمين الشامل مقابل أن يدفع القسط السنوي، إذا القسط السنوي 400 دينار. وعلى أن تدفع شركة التأمين ده مقدار ما تدفعه شركة التأمين 80% من ثمن ايش؟ من ثمن السيارة. إذا تعرضت السيارة بعد 10 سنوات، إذا تعرضت السيارة عندي ايش؟ بعد 10 سنوات تعرضت السيارة لحادث أو تلف. شو المطلوب؟ 10 سنوات لحادث أصبحت بعده غير صالحة للاستعمال. أحسب طبيب مني أولاً المبلغ الذي ستدفعه شركة التأمين. كم راح تدفع شركة التأمين؟ 80% من إذا المبلغ الذي ستدفعه شركة التأمين 80% من ثمن السيارة، 80 على 100 ضرب 30000 بيطلع عندي 24000، إذا الشركة راح تدفع للشخص 24000 في حال تلفت السيارة أو تعرضت لحادث. بعدين احكي لي مقدار
مقدار ربح الشركة التامينة خسارتها؟ احنا عرفنا انه الشركة رح تدفع للشخص 24,000، بحكي لي ربحت الشركة ولا خسرت؟ ما بقدر انا احدد الا ما اعرف كم سيدفع الرجل. سنويا سيدفع الرجل هنا كم؟ 400 دينار، في 10 سنين 400 في 10 4,000، إذا هون الشخص رح يدفع 4,000 دينار خلال 10 سنوات، نشوف الشركة ربحت ولا خسرت، إذا الشركة رح تدفع 24,000 ناقص 4,000 رح يدفعها الشخص، إذا الجواب 20,000، هون خسارة الشركة 20,000، وهكذا انتهينا من درس التالي.